اهلا وسهلا. اليوم مش من سويسرا، اليوم من عروس الشمال اربد، وتحديدا منطقه ام قيس. في عنا بيورا لاندسكيب مطل على بحيره الطبريه، ومتواجد معنا جميع دول بلاد الشام على هذا الموقع الاستراتيجي، حيث من الجهه الغربيه متواجد معنا دوله فلسطين، ومن الجهه الشماليه الغربيه متواجد معنا لبنان، ومن الجهه الشماليه الشرقيه سوريا. راح نعرفكم عليهم دولة دولة. عندنا الآن حاليا منطقة حضرة الجيران المحتلة تابعة لسوريا، ومتواجد معنا في المكان الأعلى فوق هضبة الجولان هي جبل الشيخ حرمون في لبنان، ومتواجد معنا كمان من الجهة الغربية هي مرج الجليل الأعلى، هو أعلى ارتفاع في دولة فلسطين الشقيقة. وأن كمان مدينة صفد هي كمان مركز المدينة المطلة على بحيرة طبرية في فلسطين. ندعوكم إلى زيارة هذا المكان والحفاظ عليه بشكل مستدام، ويا أهلا وسهلا.